نشاط بيتكرر سنة بعد سنة، وصار له هلأ 15 سنة عم بيصير، وراح يصير نهار الأحد المقبل كمان بستاديوم فؤاد شهاب مثل كل سنة. أيضا الانطلاق ما هو رحلة مع الينبوع. اليوم راح تخبرنا عنه أكثر بالتفصيل نيكول نعمي، وهي مديرة مركز الينبوع. نيكول صباح الخير. صباح النور، وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم باستوديو عالم صباح. شكرا. أنشطة عديدة بتصير لكل الأشخاص بكل الفئات بالمجتمع. إنما دايما بنقول إنه لما بيكون في أشخاص عندهم احتياجات خاصة، هن بحاجة أيضا لواحد يسلط الضوء عليهم ويعطيهم حقهم على مدار السنة. إنما اكيد بخلال هالنهار اللي عم بتخصصوه كل سنه مع نمشي، خلينا نمشي مع الينبوع، هذا الشيء تعودنا عليه نحن كمان سنه بعد سنه وبنشوفه، وايضا صرنا بننتظر هالحل الحدث لانه فعلا بيضم عدد كثير كبير من الاشخاص. خلينا نبلش هيك شوي المرحله شوي ونحكي عن رحلتكم مع الينبوع بخلال هال 15 سنه وصولا لنهار الاحد ان شاء الله. نحن الوك وذ الينبوع صار عمره 15 سنه، بس الينبوع رح نصير باليوبيل ال 25. الهدف وقت بلشنا من 15 سنه كنا دائما نحن عندنا برامج بقلب المركز، بندعي مدارس بتيجي بتقضي نهار عندنا تتعرف على اولادنا وعلى شبيبتنا، بيقضوا نهار سوا تتعرف عليهم ويشوفوا انه الاشخاص عندهم احتياجات خاصه، انه هن بشر مثلهم نفس الشيء، ايه، وطيبين وبيحبوا وعلى القليل شفافين، يعني ما في عندهم لا خبسانه ولا شيء. صح. وكان هذا البرنامج بعده مستمر لهلا، ولقينا انه عن جد برنامج كثير مهم، بس فكرنا انه نحن عم نستقبل بس شريحه معينه من الناس اللي هن تلاميذ المدارس، نحن بنطلع على المجتمع كله. صح. لازم كل المجتمع بكل الفئات العمريه تتعرف علينا، تتعرف على القضيه تبعيتنا، مشان هيك كانت فكره ووك وذ الينبوع. الفكره كانت مستورده من برا بيقولوا اي ووك فور ايكوز، يعني للديابيت لا وات ايفر، نحن قلنا لا، نحن الناس بدها تجي تمشي معنا. اكيد وقت بلشنا ما كنا مفكرين رح نوصل ل 15 سنه، لانه ما كنا عارفين الرياكشن تبع الناس كيف بدها تكون، والمجتمع كيف بده يلبي دعوتنا. بلشنا بالميات، السنه الماضيه كانت ال 14 سنه كنا بالالوف، وكل سنه اكيد هي مثل كره الثلج كان عم يكبر عم يكبر عم يكبر، فهلا صرنا عم نعيد ال 15 سنه سوا، وهذا شيء فخر مفتخر فيه كثير، يعني وبيعطينا فرح داخلي كثير كبير. اكيد. خلينا نشوف هالاعلان كمان اللي عم نشوف كل سنه اعلان بهذا الموضوع، بس بنشوف هلا وبنرجع بنتابع لقائنا معك نيكول. دخلت مركز الينبوع لاعطيهم الضحكه، زرعوا بقلبي الفرح. وصلت على مركز الينبوع لاعطيهم الامل، حطوا بقلبي الحياة. فتت على مركز الينبوع لحتى ندمجهم بالمجتمع، عملوا منا المجتمع. وصلت على مركز الينبوع لحتى امسكهم بايدهم ونمشي خطوة، ومشينا خطوات بالينبوع. خطوة بترسم بسمة وبتعطي الامل للسنة ال 15. ووك وذ الينبوع. لاقونا بمجمع فؤاد شهاب جوني الاحد 29 نيسان الساعة 9:30 الصبح. الينبوع مشوار للعمر. فإذا تعودنا هون نشوف كمان الزميل والصديق توني بارود كل سنة بعد سنة كمان عم يمشي مع الينبوع، وهذا الشيء كمان هيك بيخلي الناس يتحمسوا لما بيشوفوا شخص مثلهم وعم بيشجعهم، وشخص كمان بيحبوه عبر الشاشة كمان. مزبوط. يحسوا قديش هو عم بيكون معني، لأنه منحسه عم يحكي من قلبه، لأنه عم بيعيش مع هالأشخاص كمان سنة بعد سنة، عم يمشي معهم وصار حافظ المركز إذا فينا نقول كمان. 100%. الكلمة اللي قلتيها كثير مهمة، إنه توني عايش معهم، يعني صح. توني اعلامي كثير كبير، يعني نحن معيلته توني لانه هو مامر من عائلتنا. أكيد. وحبيب القلب وشبيبه الينبوع كثير بيحبوه، وهو بلش معنا هالمشوار وكمل معنا، يعني صرنا خلص صار مثل ما نحن عندنا محطه سنويه بحياه الينبوع، هو بحياته في محطه سنويه. أكيد. خطوه بترسم بسمه، بس اكيد هو باقي معنا على كل السنه، يعني كل مدار السنه نحن على تواصل كامل معه، وهو فرد كثير مهم من عائلتنا بنحبه كثير وبنشكره بهذا الموضوع. اكيد وجود توني معنا عطانا أنا بوش كثير كبيرة، فتنا على اساس انه هو وجه اعلامي، هو جاي على اساس انه هل وجه الاعلامي بيقدر يعمل اضافه للينبوع، طلع انه لا، غطس بقضيه الينبوع صار قضيته بيحملها كل السنه. مثل ما قلت انه هيدا نشاط بننطره من سنه لسنه، اول شيء بدي شدد انه هو نشاط مجاني، يعني موجه لكل العائله لكل الاعمار.
لانه بهالايام بتعرفي هالكريز اللي قاطعين فيها كل الناس صارت تحسب اكيد بدها تحسب حساب النفقات اكيد. ولا نحن مشان هيك هو نهار مجاني، ما بدنا ولا عائق يكون قبل بدون انه يخلي الناس ما تجي تشاركنا. مسهلين الامور لكل الاعمار، يعني الصغير في يجي بالبوسات تبعيته، الكبير في يطلع بالتران اذا مش قادر يمشي، وهو منه ركض هو ماشي صح. يعني بيكون التجمع بدك نحكي عن نهار اكيد، خلينا نحكي نهارتها لحتى يعرفوا الناس كيف بدهم يتجهوا، لانه 9:30 الانطلاق بالمركز فؤاد شهاب. مزبوط. انما كيف بدهم يوصلوا وين بحطوا سياراتهم، لانه بيكون عندكم مشاركه من كل لبنان يعني مش بس من منطقه واحده. 100% دونك نحن التجمع بمجمع فؤاد شهاب على الساعه 9:30، في مواقف مأمنه لكل الناس، يعني ولا مره حدا اجى مع انه مع الاعداد الكبيره، بس ولا مره حدا اجى وبلاقى محل. من 9:30 للعشرة بيكون في كيوسكات بتعرف عن الينبوع وعن رسالة الينبوع، وبيكون في أنيماسيون كمان بالمجمع لكل الأعمار. الساعة 10 من قص الربا ومننطلق. السنة الأوبنينج بده يكون كتير سبيسيال لأنه قلنا 15 سنة. صح. صح. يعني حتكون مثل ما بيقولوا بر وجو، البارابوت رح تجي تحمل البانر تبع اليومبو، رح يكون في اوبننج كثير كبير وكثير حلو. في عندنا كمان اشخاص غير تولني بيساعدونا مثل الكوريغرافر سامي الحاج، اندر جراوند فيستا، جنون، اللي هن بيعملوا البارات موسيقى وبارات ديجيزمون، بيكونوا ماسكوت لابسين قصص كثير حلوه. نعم. ننطلق بنوصل على بلديه جوني، بيكون في بوديوم شبيبه اليومبوع بكونوا حاضره مع الكوريغرافر سامي الحاج رقصه لهم كل شهور بيتمرنوا عليها. نعم. وبيبينوا باحلى حله، يعني بيعملوا احلى رقصه. هاي. السنه لانه عيدنا ال 15 قلنا بدنا نعمل نضيف شيء جديد على الموضوع. بعد رقصه شبيبه اليومبوع رح يكون في كمان فاشن شو مع الفاشينيستا رولا كعدي، وبدي اوجه لها تحيه. الجمعه الماضي راحوا عملوا ريلوكينج للشباب، الاحد رح يكون كل حدا لابس شيء كثير سبيسيال، رح يعملوا فاشن شو كمان قدام بلدية جوني. بعدين بنكمل مشي بالباراد ميوزيكال لمنطقة الشير. كل سنة بيكون عندنا موقفة فنية، السنة الماضية كان عندنا الفنان فارس كرم، السنة عندنا الفنان ناجي قصة، وبدي أقول له ميرسي من هلا. وبدي أقول يعني بين هلالين إنه الفنانين بيقدموا حالهم تقديمي لمركز الموضوع، ولا مرة حدا بيتقاطع فرانك يعني، ومشان هيك بدنا نشكرهم كثير منيح كثير كثير. بيكون وقف شي ربع ساعة أو ثلث ساعة تنكمل لتاني ميل من جوني قدام المدرسة المركزية، بنزرع شجرة، وهيدا عربون نحن قضيتنا متجذرة بهالأرض. نعم. السنة 15 سنة يعني أكيد شيء كتير سبيسيال. بنكمل لساحة جوني، بيكون في فرقة هياكل بعلبك، فرقة دبكي، لا مش معقول نعمل ايفنت بلا دبكي أكيد يعني أكيد. هون شيء منظر عن جد كتير حلو، لأنه شوارع جوني وساحة جوني كلها ناس عم تدبك على الطرقات، شيء عن جد بفرح فعلا القلب فعلا. تنرجع نوصل لمجمع فؤاد شهاب مطرح ما انطلقنا على الساعة 12:30 وحدة إلى ربع، بصير في انتخاب اكبر فريق شارك معنا، لانه هن على الدخول بيسجلوا اسمائهم وبيقولوا قد ايه عددهم، بيصيروا هن كمان بيشتغلوا كفرق يعني كمان بيصيروا مع بعضهم. بيصير انتخاب اول فريق وثاني فريق، وبيصير انتخاب كمان لاحلى فريقين عملوا انيماسيون على الطريق، لانه على الطريق في المجمع الناس الكشافي الجروبات يلبسوا التيشيرت تبعولهم يعملوا انيماسيون هن على الطريق. نعم. نحن بيكون في عندنا مخابراتنا بنشوف مين اكثر واحد عمل انيماسيون، كمان بيطلع لهم كاس لاول جائزه وثاني جائزة. اكيد هيدا هو كمان هيك واحد بيصير هيك بينبسطوا كمان بعد اكثر، لانه الفرحه بتصير كمان زياده مع هالاحتفالات اللي بتصير خلال هالنهار. هو للساعه 12:30 يعني، فاذا 12:30 وحده الى 12:30 وحده الى ربع بتكون تقريبا انتهت النشاطات كلها، لانه اسم الله يعني في انشطه كثيره بين ال10 وال12:30 وحده، في عدد كثير كبير من الفنانين والاشخاص كمان المشاركين والفرق الفنيه، وايضا عروض الازياء وغيرها من الامور كمان. يعني قديش عم بيكون عدد الاشخاص اللي عندكم بالنسبه للاطفال او شبيبه الينبوع كمان، قديش عددهم وكيف عم بتحسوا كمان سنه بعد سنه عم يكبروا وهن مع النشاط كمان؟ اكيد نحن تقريبا بالمركز عندنا 65 شخص بين اكثر شوي من يلي بيشتغلوا برا ويلي موجودين بالمركز. هلا السنه بلشنا ناخذ طلبات جديده لفئه عمريه جديده من 7 ل 14 سنه و14 سنه وفوق. نعم. نحن ناقلين على مركز جديد، نحن يعني نقلنا عليه بس التدشين الرسمي بيصير بتشرين الاول اذا الله راد. وين؟ مركز بساحل علمه. مركز كثير متطور تيلبي حاجات شبيبتنا واولادنا اللي حنستقبلهم السنه الجايه اذا الله راد. عم نعمل اللي عن جد المستحيل تنكون نحن بخدمه هالانسان يلي
مسميه عنده احتياجات خاصة أو عنده مصاب بإعاقة تحسسه أنه أنت إنسان مهم، لأنه هو إنسان مهم. أكيد نحن مأمنين ودائما بنقول أنه الاختلاف منه خلاف أبدا. ولا الاختلاف منه خلاف أبداً. بعدين هذا فيكون ابني فيكون ابنك وفيكون خيي وخيك، وهو بقلب هذا المجتمع منه إضافة. لا. لأنه في قصص بتصير أوقات، يعني بتعرفي أنت وقت بيعملوا إحصاءات ما بيعدوا الأشخاص اللي عندها إعاقة. يعني شيء ببكي انه اللي ما فهمت ليه هو مش انسان، يعني انه هو انسان. طب قديش عم بتطالبوا انه يصير هيك شيء؟ يعني كمان انه يصير يندمج ضمن اطار الاحصاءات او ضمن اطار حقه، يعني حق من حقوقه كمان. يعني هيدا اقل شيء. هو هو مواطن اكيد، فئه اولى مثله مثل أكيد. كل انسان موجود بمجتمعنا. اكيد نحن على صعيد الينبوع نحن عم نطالب، ودجا الوقت الينبوع بتعطي صحيح هو نهار ترفيه بس بيعطي ضغط معنوي لكل السلطات الباقيين انه نحن ما بقى فيك تنسونا وما بقى فيك تحطونا على جرد، نحن موجودين. بس كمان نحن بنتشارك مع غير جمعيات بالاتحاد الوطني للاعاقه وبنشتغل على هذا الموضوع على حقوق الشباب والاشخاص اللي عندها اعاقه. هي ان شاء الله نقدر نوصل لامور كثير. والكمان الحلو انه بخلال هالنهار كمان هالاشخاص كلهم الالاف المشاركه كمان بهالنهار بالمشي مع الينبوع عم بيتعرفوا عليهم كمان هالاشخاص كمان على الارض وعم بيشوفوا قديش هن فعلا عندهم قدرات هائله وقدرات كبيره وهن كمان لازم يندمجوا بالمجتمع. ما واحد يحسن انه هن لا بده يحطون على جنب ويخبوهم ويكونوا على الهامش. اهلا وسهلا فيك نيكول وكل التوفيق ان شاء الله نهار الاحد. خلينا نمشي مع الينبوع الساعه 9:30 التجمع بمجمع فؤاد شهاب بجونية. اهلا وسهلا. شكرا. رح ننتقل مباشره كتير لعند الشيف حسين ورشه ملح. صباح الخير لكل المشاهدين من جديد. اليوم مثل ما شفتوا ببداية عالم الصباح بلشنا بتحضير الكيك بالزعفران، كمان مشاهدينا بلشنا بوصفة الطبق الرئيسي الفليفلة المحشية، لكن هول الطبقين بلشنا فيهم بأول فقرة من فقرات رشة ملح. طبعا حضرنا حشوة، الحشوة للفليفلة المحشية الملونة. حضرنا حشوة لكن هي عبارة عن توم، حطينا معها كمان مشاهدينا لحمة مفرومة خشنة، فلفل أسود، رشة ملح، 7 بهارات، حطينا كمان معها من الرز المصري، وحطينا معها بندورة وعصير البندورة. خلطت هيدا الخليط كله مع بعض، جبت أنا الفلايفلة، شلت راس الفلايفلة وحشيت الفلايفلة بهيدي الحشوة لكن اللي هي حشوة اللحمة. هون بقول لك كل المشاهدين طبعا نحن فينا نحط معها نعناع، فينا نحط ايضا معها من الزبده ناخذ نكهه كثير طيبه كمان، نعنع يابس وزبده مش غلط. انا حضرت الحشوه مثل ما خبرتكم، صارت عندنا الفلايفله بالفرن تركينا لحتى تستوي، بس بالفرن في عندنا كمان وصفه ثانيه. شو هي الوصفه الثانيه؟ الوصفه الثانيه في عندي كيك، طبعا كيك بالزعفران والحليب، هالطبق الكثير طيب. حطيت انا خلاط كهربائي، حطيت بالخلاط الكهربائي بيض، حطينا سكر، حطينا كمان زبدة، حطينا حليب، حطينا مي فاترة، حطينا طحين، حطينا فانيل، وحطينا من البيكنج باودر بالإضافة للزعفران. خلطناهم نحن كلهم مع بعض، سكبتهم بقالب، دهنتوا زبدة مع رشة طحين وفوتناهم على الفرن على حرارة 180. خلينا أنا وياكم نشوف شو صار في عندي بالفرن. لكن هيدا قالب كيك الزعفران صار جاهز عنا، هيدي المقادير عم نشوفها قدامنا على الشاشة. لكن قالب كيك الزعفران مثل ما عم بتشوفوا، وعندي الصينية اللي موجود فيها الفليفلة الملونة كمان بتركها، بعلي حرارة الفرن لان كان عندي حراره الفرن على الحراره 180، كان في بقلب الفرن كيك. هلا مشاهدينا علينا الحراره لل 220. اما هلا انا وياكم بدنا نبلش نحضر الدجاج. طبعا عم نحكي على الدجاج لان في عندنا وصفه فيها باستا بالهليون والدجاج. باستا بالهليون والدجاج، عندي صدور الدجاج مسحبه بدون جلده بدون عظم موجودين قدامنا. هول رح قليهم انا، بس قبل ما قليهم رح حط طوية على النار، حط فيها حص ثوم وحط فيها زبدة وزيت زيتون.
لكن مشاهدينا هيدي الطواية رح حضر الطواية أنا. بحضر الزبدة. مثل ما خبرتكم الزبدة بدي إياها تحترق، أهم شيء بهالوصفة طريقة تحضيرها. لكن عندي زبدة على النار. أنا بهالوقت بدي أرجع أذكر كل المشاهدين طبعاً إذا حدا عنده أي سؤال بحب يسألنا إياه، في يتواصل معنا عبر رقم الواتساب اللي رح نشوفه قدامنا على الشاشة، وأنا كل نهار أربعة بجاوبكم على كل الأسئلة اللي بتطرحوها علينا على الواتساب، وكمان ما ننسى إنه كل نهار تنين وكل نهار خميس الساعة 12:30 بنتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء. لكن عندي زبدة، أنا هون بنطر الزبدة لحتى تدوب. بعد ما تدوب الزبدة بحضر عندي زيت الزيتون، رح ضيف زيت الزيتون. هون برجع بذكر بين هلالين الزبدة بدي اياها يعني مش تحترق على الاخر، بس بدي اياها اخذ طعمة من الزبدة، ولا اخذ طعمة من الزبدة بدي شوي الزبدة تتحمر. بعد ما تتحمر رح احط من زيت الزيتون، وايضا بدنا نضيف كمان من الثوم. ثوم جاهز عندي، الزبدة بالطوية وزيت الزيتون بضل مشاهدينا. في عنا السلطة المكسيكية اللي رح نحضرها، كمان محضر لها الذرة المسلوقة بالإضافة للفاصوليا المسلوقة مع الخس الملون، وأيضا رح نحط معها كزبرة. كثير المطبخ المكسيكي بيغتني بالكزبرة الخضراء، رح خبركم أكثر وأكثر عن المطبخ المكسيكي وباقي وصفاتنا بآخر فقرتين من فقرات رشة ملح. أما هلا بالعودة للجهيدة. شكرا شيف، أكيد رح نتابع معك بعدين محطاتنا المفصلة لحتى تشرح لنا كل هالأمور، لأنه ذكرت كثير من المكونات وأكيد نحن بانتظار ينخلطوا مع بعضهم ونشوف بالنهاية هالطبق المكسيكي والأطباق الأخرى أيضا، بالإضافة لكعك الزعفران اللي كلنا ناطرينه كمان. ورح ننتقل هلا لحتى نكون مع وقفة قصيرة ومن بعدها بنرجع، خليكن معنا.